أهلا بكم. في سابقة لم تعرف الصحافة اليمنية منذ نشأتها وبدون مقدمات، أعلنت السلطات الانقلابية في صنعاء حكما بالإعدام على الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي بعد اختطاف دام 8 أشهر بحق الصحفي الجبيحي. جاء هذا الحكم ليثير موجة سخط كبيرة في الأوساط الصحفية المحلية والدولية لما حمل من شكل تعسفي وتهم وصفت بالواهية والتي لا تستند لأي مسوغ قانوني. المحاكمة التي أخلت بمبدأ العلانية وأجريت بشكل سريع يقول عنها قانونيون إنها أخلت أيضا بالعدالة وحق الترافع من قبل المحامين بالقضية. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف أمام هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمثل هذا الحكم بحق صحفي مختطف لدى الميليشيا؟ وكيف ستتعامل النقابات والمنظمات المحلية والدولية مع وقع هذه الانتهاكات؟ إذن وبشكل مفاجئ أصبح الصحفي يحيى الجبيحي محكوما بالإعدام، حكم يعيد إلى الذاكرة سجل الانتهاكات بحق الصحافة اليمنية التي حملت نفس النهج منذ تولي المخلوع صالح السلطة وإن اختلفت أشكال هذه الانتهاكات. بين قمع واختطاف وأخيرا حكم بالإعدام، يتهاوى هامش حرية الرأي والتعبير في اليمن، ويتجلى هذا التراجع في الممارسات اليومية لسلطة الميليشيا التي انقلبت على كل شيء وحولت الصحافة والصحفيين إلى أهداف مباشرة لحربها التي أتت على كل شيء في البلاد وطالت مختلف الأرجاء. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. الحكم على صحفي بالإعدام يعيد إلى الأذهان أحكاما سابقة كان نظام المخلوع صالح قد ذهب إليها. فمطلع الثمانينات كانت السجون ترزح بعشرات المعتقلين السياسيين والمعارضين والكتاب، وكانت أحكام الإعدام تصدر داخل السجون. ورغم مرور عقود من الزمن، إلا أن ما تغير هو نوعية التهم فقط. أتت ميليشيا الحوثي بصياغ جديدة تلصقها بالمعارضين، لعل أهمها ما وسمت به الصحفي يحيى الجبيحي، فقد اتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وتمت محاكمته في أماكن مغلقة ولم يسمح له بدفع التهم عن نفسه عبر المحامين كما قالت مصادر مقربة من أسرته. داهمت قوات تابعة للميليشيا منزل الصحفي الجبيحي منذ أشهر، وكانت قد سبقت اعتقاله باعتقال نجله وأودعتهما سجونا مختلفة تمنع الزيارات عنها. ووفقا لابنته، فقد فشلت كل محاولات الأسرة في الإطمئنان على صحته. وقالت سحر الجبيحي في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي: أصبح لقاء والدي أمنية ننتظرها عند كل باب، لكنها ليست أمنية مقتصرة على أسرة الجبيحي فقط. هناك عشرات الأسر التي تقف على أبواب السجون وعلى رجاء أن يخرج أقاربها المعتقلون. لدى ميليشيا بدأت غسل جرائمها بمحاكمات صورية، وتجرى محاكمات تشبه ما جرى في بقاع مختلفة تحت مسمى محاكم التفتيش، وتلك هي التسمية الملائمة الوحيدة. تنضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن ابنة الصحفي الجبيحي المحكوم عليه بالإعدام، أهلا وسهلا بك. بداية، هل حدثتينا عن تفاصيل لحظة تلقيكم خبر حكم الإعدام بحق الصحفي الجبيحي؟ طبعا الخبر كان مفاجئ جدا، فبالتالي طبيعي انه نتعرض لصدمة او يعني مفاجأة لم يسبق لأسرتنا ان تتعرض لمثلها، ولكن يعني املنا بالله كبير والامل قائم. نعم، بخصوص صحة الصحفي الجبيحي النفسية كيف هي الآن؟ نعم، صحته متدهورة. والدي يبلغ من العمر 62 سنة، يعاني من مرض الربو من فترة طويلة، وطبعا هذا الشيء مع الوضع ومع الاعتقال طبيعي أن تتدهور الحالة أكثر. هل يسمح لكم بزيارته؟ نعم، زرناه أكثر من مرة. صحيح. متى كانت آخر مرة؟ قبل حوالي أسبوعين تقريبا. هل كانت هناك أي معلومات حول
يعني قيام الميليشيا أو توقعات بهذه المحاكمة آنذاك؟ لا 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 لا، لم تكن هناك أي مؤشرات؟ الحكم هذا كان مفاجئ، كان مفاجئ بشكل غير طبيعي. المسؤولون، يعني أنت ابنة الصحفي الجبيحي، الآن المسؤولون عندما كنتم تخاطبونهم، مسؤولين أو القيادات لدى ميليشيات الانقلاب، هل يعني قدموا نوع من المعلومات حول السبب أو الغاية التي قاموا باختطاف حينها أو يعني اعتقال الجبيحي في ذلك الوقت؟ هم اعتقلوا والدي بتهم لا نفهمها، يعني أنا كمواطنة بسيطة لا أفهم هذه التهم، ولكن كل ما أعرفه أنه تم اعتقاله من المنزل وتم تفتيش المنزل ومصادرة ممتلكات شخصية وأجهزة، ولا أعرف يعني لا أعرف مبرر واضح لما. نعم. طيب بالنسبة لكم الآن، ما هي الخطوات القادمة التي يعني تفكرون بالقيام بها كأسرة للأستاذ يحيى الجبيحي؟ الخطوات القادمة هي تصعيد التنديد بهذا الحكم والرفض الشديد بالتعاون مع المنظمات الدولية التي نشكرها كثيرا على وقتها على تنديدها وشجبها لهذا الحكم. نشكر جميع المنظمات، جميع الوكالات واللجان المتخصصة، وجميع الناشطين والناشطات مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الدولة الأكبر للقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية. طيب كخطوة، نعم. ونحن أمامنا التعهد لأن نرفض وبشدة ونطالب بالإفراج الفوري والسريع لكون صحته لا تحتمل، ولكون أنه لا يجب لليمن أن تصل لهذه المراحل الصعبة من أو المزرية من حالة الانتهاك الفظيع لحرية الصحافة. طيب أنتم الآن هل قدمتم طعنا بالحكم أو تقدمتم بحق الاستئناف؟ أكيد 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 قدمنا طعنا بالحكم وطلب الاستئناف. بالنسبة لمجريات القضية، هل يتوقع أي يعني تحقيق اختراق عن طريق هذا الطعن أو الاستئناف؟ أيوه. هل يعني تتوقعون أو من قام بهذا الطعن، يعني من يحامي بالنسبة للأستاذ الجبيحي، توقع أي تقدم أو يعني تحقيق اختراق بالنسبة للقضية في حال تم الاستئناف؟ نحن لا نتوقع أي شيء، نحن يعني نتعامل كالاستئناف لأنه هذا الشيء من حقنا ومن حق المحامي أنه يقدم استئناف، وما سيجرى يعني الأيام ستخبرنا بما يجري، والأمر بالله قائم، نحن نعول ونستند على الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يفرج عن والدي ويفرج عن كل معتقل وأن ينعم علينا بالأمن والاستقرار وعلى وطننا بالأمن والأمان بإذن الله. إذن ابنة الصحفي الجبيحي المحكوم عليه بالإعدام كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ينضم لنا أيضا من صنعاء الأستاذ عبد الباري طاهر، رئيس نقابة الصحفيين السابق. أهلا بك أستاذ عبد الباري. أهلا وسهلا. بداية أستاذ عبد الباري، كيف كان يعني وقع هذا خبر حكم الإعدام على الزميل والصحفي الأستاذ الجبيحي؟ سيدي هذا وقع الصاعقة، هذه البلد الذي تعيش حالة حرب مدمرة وحرب داخلية وخارجية، هذه الحرب كلها المدمرة التي تمتد الآن لعامين كوم، وحكم إعدام من محكمة على صحفي وكاتب ومثقف وأديب كوم آخر، يعني هذا الحكم حكم جائر وحكم طبعا مروع، ويعني لابد أن يكون في هناك تصدي، لأن هذا حكم لا ينبني إنسان اختطف من منزله قبل 8 أشهر وجرى إخفاءه ومع 2 من أولاده وفتش منزله ونهبت يعني بعض الأوراق، ثم يظهر بحكم إعدام بدون يعني دائما دائما يا أخي سلامة الإجراءات في أي قضية من القضايا، المجرم القاتل أي إنسان عليه أكبر الجرائم يحتاج إلى عدالة في المقاضاة، عدالة في سلامة الإجراءات، لكن أن تختطف إنسان وتخفيه ثم تصدر حكم بحقه وإنسان وجه أدبي وثقافي ومعروف، يعني بالفعل بداية مروعة جدا، وقلت لك كل ما يحصل في البلد من خراب ومن دمار ومن كوارث
حكم وقضية حكم من محكمة يعني جزائية متخصصة في مكافحة الإرهاب، جريمة كبيرة جدا وشنيعة. طيب مثل هكذا محاكمات يعني من مثل هكذا محاكم بحق الصحافة والصحفيين، يعني بعد أيضا موجة كبيرة من الانتهاكات التي رافقت الصحفيين منذ بداية الانقلاب على الدولة، ما الذي يمثل هذا الأمر؟ ما الذي يعنيه؟ يا سيدي أنت أمام إلغاء للدولة، إلغاء للدستور، إلغاء للقانون، إلغاء لكل مظاهر الحياة في البلد، والذي يحصل بالفعل يعني تحس أن البلد كأنها في غابة، يعني يختطف الآن معك 18 صحفي جزء منهم كبير جدا مخفي، معك أول حكم يصدر بحق صحفي حكم للإعدام بدون مقاضاة عادلة، بدون سلامة إجراءات، بدون أي حيثية أو تعليل لحكم يعني بإعدام مواطن. فهذه القضايا كلها لابد بالفعل من احتجاج، لابد من رفع الصوت، ولابد من تضامن مجتمعي داخلي، تضامن في مستوى عربي قومي، تضامن بمستوى دولي، وكل النقابات والاتحادات المهتمة برأي العام حقوق الإنسان لابد تدافع عن هذا الإنسان الذي يصدر بحق حكم جزاف بالإعدام. طيب الآن هناك من يعني يتحدث على أن حكم بالإعدام بمثل هذا يعد جريمة القتل تحت يافطة استخدام قانون هو تم الانقلاب عليه بشكل أساسي، إذن هل تتفقون على هذا التوصيف؟ يعني هذه جريمة قتل تمثل؟ بكل تأكيد يا أخي، يعني هذا قتل عمد، وقتل يعني بدون أي حيثية لسلامة إجراءات ومقاضاة، هذا إنسان ينتزع من بيته ثم يقتل بدون محاكمة، بدون دفاع، بدون محامي، بدون أي توفير أدنى الشروط لمقاضاة عادلة وسليمة وطبيعية. يعني بالفعل هذا زي الحكم بالقتل العمد تماما. نعم. طيب بالنسبة للصحفي الجبيحي أستاذ عبد الباري، يعني أنت كنت نقيب الصحفيين أو رئيس نقابة الصحفيين سابقا، كيف كان يعني أداء الصحفي الجبيحي في الصحافة في وقت سابق؟ يا سيدي هذا باحث وأستاذ جامعة ومن القيادات الصحفية ومعروف على مستوى عربي ودولي، وإنسان مشهور وسمعة طيبة وحسنة، وكان مسؤول الإعلام في وزارة في رئاسة الوزراء، ومن الوجوه البارزة والمعروفة في الصف الصحفي، ويعني بالفعل التهم الجزافة التي أطلقت على هذا الرجل كلها مروعة ولا تعبر عن حد أدنى من احترام حقوق الإنسان أو عدالة أو إنصاف. طيب بشكل أو بآخر، ما هي الأهداف التي يمكن فهمها من يعني إطلاق هذا الحكم أو إجراء هذا الحكم على الصحفي الجبيحي في وضع مثل الذي نعيشه الآن؟ هذا طبعا أبسط ما يقال أنه مصادرة للحرية، مصادرة لحرية الرأي والتعبير، وإعدام الحياة نفسها. القتل يعني القرآن الكريم يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا إنسان يا أخي، الإنسان يطمن على رأسه وعلى ما يملك وعلى حقوقه وعلى حياته بالنظام والقانون. لما يكون الخلل في النظام والقانون في القضاء، والقضاء هو الذي يكفل حقوق الناس جميعا، عندما يصل الخلل إلى الرأس إلى هذا المستوى تصبح تتحول البلد إلى غابة، ولا يضمن الواحد فيها الإنسان فيها أي شيء ولا يأمن على أي شيء. نعم. طيب أستاذ عبد الباري، يعني الآن هل من يعني خيارات متاحة أمام الصحفيين الموجودين بداخل الأراضي التي يسيطر عليها ميليشيات الانقلاب للضغط حول إلغاء هذه التعسفات بحق الصحفي الجبيحي، بحق جميع الصحفيين المختطفين وغير المختطفين أيضا؟ يا أخي الصحفيين لا يملكون إلا الكلمة، والكلمة دائما دائما أقوى من السلاح وأقوى من الدبابة ومن المدفع ومن كل حكم جائر. هذه الكلمة يعني المفارقة الراعبة، المفارقة الفاجعة جدا، أن هذه المحكمة نفسها هي التي حكم أمامها قيادات بارزة من أنصار الله، الأستاذ يحيى الديلمي،
القاضي احمد لقمان، عبد الكريم الخيواني، محمد المقالح، عشرات من قيادتهم حكمت وحكم على بعض، محمد مفتاح، وحكم على بعضهم بالإعدام في هذه المحكمة. هذه المحكمة التي قاضت أنصار الله هي الآن الذي تقاضي الصحفيين وتحكم على الصحفي بالإعدام، نفس المحكمة. فهذه المفارقة هي المرعبة، ودليل يعني شوف في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول على أصحاب جهنم ولو ردوا لعادوا إلى من أعن. هيجي اللي يقول العبرة العظيمة من التاريخ ألا أحد يتعظ به، هؤلاء الناس لا يتعظون. بالأمس كانوا يحاكمون في هذه المحكمة ظلما ويحكم عليهم بالإعدام، الآن يطبقون نفس ما طبق عليهم قبل بضعة شهور. إذن أشكرك أستاذ عبد الباري طاهر، رئيس نقابة الصحفيين السابق، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من القاهرة فيصل المجيدي المحامي. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا بكم أستاذ فيصل. قانونيا ما هو الرأي فيما صدر بحق الصحفي يحيى الجبيحي؟ أحييك أخي وأحيي المشاهدين الكرام. الواقع أن أعتقد أنه من الترف يعني مناقشة الموضوع من ناحية قانونية، حيث أن في الأساس تم اختطاف جهاز القضاء، في الأساس جرى يعني تغيير جوهري للسلطة القضائية، واستتبع بذلك تغيير ثقافي لكل ما يتعلق بالدولة، ثم دار الإفتاء كما تعلم التي نخشى أن يتم من خلالها سلب سلطة رئيس الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام وتحويلها لهذه الهيئة. وبالتالي فإن عندما نتحدث عن قانونية هذه المحاكمة كأننا نتحدث عن العربة قبل الحصان، هو أمر غير منطقي بالأساس. اسمح لي أن أتحدث عن مقارنة الأستاذ عبد الباري الذي استمعت لبعض أحرفه قبل أن تودعه، وأتحدث عن أن هذه المحكمة حاكمت يعني بعض قيادات ميليشيا الحوثي. طبعا في ذلك الوقت كان جميع يعني الناشطين ومنهم نحن في نقابة المحامين الذين شكلنا حقيقة لجان من النقابة للدفاع عن أولئك، مع أن العملية مختلفة تماما. كان هناك ثمة وجود لدولة، كان هناك وجود لقضاء، كان هناك رأي قوي جدا داخليا وخارجيا، كان هناك حقيقة سماح لهؤلاء بزيارة أهلهم، كانت العملية تتم بأجهزة دولة. ونحن لا نشرع لما حصل في ذلك الوقت، لكن أقول أن القياس مع الفارق، وتلك شخصيات بالفعل ثبت بعضها أنها تواصلت مع إيران، والآن ثبت بشكل أقوى وجودها، ومع ذلك لم يكن في ذلك الوقت مشهور فيها مسألة الإعدامات، سوى ما حكي عن محاكمة ربما القاضي حينها لقمان بإدارته بالتواطؤ مع إيران. أما الآن تتحدث وتقارن الموضوع، صحفي خطف من منزله يعني وتوجه له تهمة ما سمي يعني بالتواصل مع دولة أجنبية، وهي حقيقة تهمة غريبة ومستغربة. إذا أنه من الطبيعي أن يعمل الصحفي لدى عدة وكالات يعني محلية ودولية وفقا لقانون الصحافة، ومن ثم في حقيقة فأنا أرى أن مسألة مناقشة مدى قانونية المسألة القضية من عدمها والمحاكمة، كما علمت من وسائل الإعلام بأنه في جلستين فقط جرى الحكم على الصحفي بالإعدام، وأنه لم يمكن محاميه من تقديم ما يمكن تقديمه من دفاعات. أنا أتحدث الآن عن محاكم استثنائية، محاكم عسكرية. الواقع يجب أن يوصف كما هو. من أصدر الحكم هو عبد الملك الحوثي القابع في صعدة، ومن ثم لا يمكن الحديث عن هذه الأجهزة التي تحاول تغطية السلطة الحقيقية لميليشيا الحوثي. يعني هذه الأجهزة حقيقة لا حول لها ولا قوة، حتى وفقا لمعاييرهم هم أبطلت المحكمة في أسابيع مضت قرار تعيين النائب العام الحالي البغدادي، وبالتالي وفقا لهذا التوصيف فإن كل ما بني على القرار الباطل وفقا لما حصل في عهدهم سيكون باطلا، ومنه قرار الاتهام للصحفي يعني المحكوم عليه والمغدور به بتلك الفاجعة العجيبة. نعم.
طيب حديثك هذا أستاذ فيصل يدفع إلى السؤال حول كيف يمكن المقاربة بين عدم مشروعية السلطة الميليشياوية المتواجدة الآن والدفاع ببطلان الأحكام الصادرة بحق ضحايا الاختطافات والقمع بمن فيهم الصحفي يحيى الجبيحي. الواقع أنها مسألة حقيقة لا تنطبق على أرض الواقع. أنا أتحدث عن ميليشيا تحاول حوثنة الدولة بكل ما معنى الكلمة، ومن ثم إيجاد مؤسسات تقاس عليها سواء في الجانب الاقتصادي الذي سيطروا عليه بكل ما يمكن القول من سيطرة، أو القرار السياسي أو الجانب العسكري أو الثقافي والتربوي من خلال تغيير مناهج التعليم، والآن يحاولون الدخول في جامعة صنعاء، وأخيرا الجانب الديني بتعيينهم هيئة افتاء كما تعلم قبل يومين سلالية خالصة. ومن ثم فإن الحديث عن أي مقاربة في هذا الشأن ومحاولة الطعن أمام هذه الهيئات سيكون نوع من العبث ومحاولة لاستجرار حقيقة نوع من الشرعنة لهذه الأفعال. ومن ثم فأعتقد أن العملية برمتها غير صالحة. العملية بحديث أساسا في الأساس انعدام أساس وجود للمحاكمة، لأنه يجري محاكمة بطريقة يعني أن يتم عقد هذه الجلسة في مقر الأمن السياسي، أو محاولة يعني جعل المحاكم هي تبع للأجهزة التي تلبست بلبس الحوثيين. ولا أعتقد أنه من المجدي بالفعل الحديث عن محاكمات أو دفوع أمام سلطة لا تعترف بأي حقوق، لا تسمح بأي مناقشة للقرارات التي يتم تلقها وتجهيزها وبهذه السرعة. من العبث الحديث عن جوانب قانونية ودستورية. في الأساس جرى الانقلاب على سلطة دستورية، جرى الانقلاب على الدستور، جرى الانقلاب على كل سلطات الدولة المنتخبة وما ترتب عليها من تعيينات فيما بعد. ومن ثم يجب أن يكون المسألة خاضعة للعكس، يجب أن تحاكم الميليشيا وتقدم هي للمحاكم بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية وعلى الدستور وعلى القانون، لا أن تتحول هي إلى حاكم كما هو حاصلنا الآن. طيب وفقا لذلك كله أستاذ فيصل، الآن ما هي الإجراءات التي يمكن لأسرة الجبيحي القيام بها لإنقاذ عائلها من هذا الاختطاف، هذا القمع وهذا الحكم الجائر؟ أنا حقيقة إن أردت أن نتحدث من جانب قانوني، مع أني أتحفظ حقيقة أن نناقش هذا الجانب في ظل هذا الوضع المستهتر بكل المبادئ السماوية والأرضية بهذا الشأن، ليس أمامهم سوى أن يقدموا استئناف يعني ممنهج أمام محكمة الحوثيين القادمة، محكمة الحوثيين الاستئنافية التي ستخضع لقرارهم. والحكم أنا أعتقد اعتقاد جازم سيكون جاهزا في جيب القاضي أو من سيتمثل باسم القاضي في هذه المرحلة. ومن ثم فإن الموضوع برمته إذا أردوا أن يلجأوا للجوانب القانونية فما عليهم إلا اللجوء طبعا لمحام، ومن ثم اتباع الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية. هذا من ناحية قانونية نظرية بحتة، لكن الواقع غير ذلك. المسألة سيدي الفاضل أنها تعتنق أسلوب الانقلاب الشامل ومحاولة محاكمة كل رموز الشعب ومحاكمة كل من يقف ضد الميليشيا. الصحفيون أمام الحوثيين إما مقتول أو مختطف معذب أو أنه محكوم بالإعدام بتلك الطريقة. هذه حالة الصحفي، هذه حالة الحريات للأسف الشديد التي وصلت إليها اليمن. طيب أستاذ فيصل، يعني كنقطة أخيرة، هل من مجال أي عمل بخلاف إذا ما أنت يعني أنت تبدي تحفظاتك حول جدوى التعويل على الجانب القانوني في هذا المجال، ما الذي يمكن عمله يعني إذا باستثناء ذلك؟ الحقيقة أن الحكومة يجب أن تحول بياناتها إلى مطالبات حقيقية وتقدم بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان وإلى كل الهيئات الدولية الضاغطة على الميليشيا، وأن تدخل حقيقة هذه الهيئات بشكل واضح وكامل وجازم في مسألة الإفراج عن الصحفي الجبيحي وكذلك بقية الصحفيين المختطفين وكافة المدنيين والمعتقلين، وأن يكون ذلك شرطا لازما للتنفيذ وليس فقط للطرح على الطاولة قبل أي حديث عن جوانب سياسية أخرى. يجب أن يكون هذا الأمر واضح وجواري أمام جميع البسطاء الذين يريدون الدخول لعملية
سياسية مع ميليشيا الحوثي. الأمر أصبح حقيقة لا يطاق، الموضوع أصبح فوق اللامعقود. نحن نتجاوز الآن مراحل حقيقة متأخرة من التاريخ الإنساني، نعود إلى ما قبل تأسيس يعني ظهور النار وما قبل تأسيس الدولة. نحن نتحدث الآن عن جانب عصابات تقوم باختطاف الناس ثم يعني تمثيليات وعمل مسرحيات وتمثيليات لأشياء تعتقد أنها يمكن أن تمر على الناس. يا رجل، ما هي تهمة هذا الصحفي عندما يحكم بالإعدام؟ إذا كان هذا الصحفي حكم بالإعدام لمواقفه مع يعني مع وسائل إعلام خليجية، أو لأنه كان محررا في تلك الصحيفة أو مراسلا لتلك الصحيفة، فكيف سيكون يعني مصير السياسيين، وكيف سيكون مصير يعني أسرى اللي افترضنا أنه وقعت أسرى حرب العملية؟ أخي العزيز، برمتها حقيقة لا تخضع للمنطق، لا يمكن أن النقاش بهذا الأمر إلا بضغط حقيقي يجب أن يتوفر. وأكبر ضامن حقيقة لإنهاء هذه المعاناة الحسم العسكري. إذن المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فيصل المجيدي، كنت معنا على الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، وشكرا لكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل محمد عبد المغني وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.